السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من المقر في الدار البيضاء من سوق درب الغلف، في المحل ديالي في الدار الغلف، الجهاز لدينا اليوم جهاز ايباد الميني 2، الجهاز اللي جاء من مدينة جديدة الله اعلم او المحمدية، مهم من هاد المدن. الجهاز هذا المشكل ديالو هو انه كيوقف السوفتوير في 20% الا درناه في التريوتولز، وكيعطينا في الايتونز ايرور جوج المرات وانا كندير له الميزاجور زعما الريستوراسيون، والميزاجور كذلك كيعطيني ايرور 9 وايرور 40 13. كما كتشوفوا كيوقف 20% تما. هاد لي زيرور هادو كيكونوا انهم ما كيكملوش في السوفتوير، ملي كيجيو المرحله انه كتابه السوفتوير على الميموري ما كيكملش، ما كيقراش او ما كيقدرش انه يكتب في الميموار. فهنا كيكون البروبليم ديال الميموار هو فين كيكون المشكل. ها علاش اسمحوا لي لان دابا راني كندير التسجيل ديال الصوت فواحد المكان، وشحال من واحد دابا كيجي يسلم عليا، انا راني في فاس دابا، هذا صورته في الدار البيضاء وكندير له المونتاج في فاس. ما فيش كاين هاد الفيديوهات. المهم ما علينا، نكملوا. هنايا كنحاول انني ندير داك القراءات، بعض القراءات وغادي ندير لهم باش كتزيد. كان معايا هنايا الاخ حسان اللي كان في الدورات فاس ديال تعليم واحتراف اصلاح الهواتف، كان معايا في دورات فاس 2018 والله اعلم، وي في 2018 كنظن 2018 2019 فاش كان معايا في الدوره. جا اللي عندي الكازا زعما المحبه لله الحمد لله، هو والكثير من الاخوه اللي درسوا عندي الحمد لله. كتبقى داك المحبه من فيما بعد. هنا كما كتشوفوا كنقوم بالازاله ديال الحمايه، وهنا خص هاد الحمايه هادي خصنا ننتبهوا لها، لان شوف المرحله الاولى اللي هي خصك تولي الحمايه بطريقه سهله وفي نفس الوقت الطريقه اللي ما تجرحش بها الكارت ميال تحت، وفي نفس الوقت اللي ما غاديش تطير بها القطاع اللي دايرين بها بالعقل، لان مثل هاد الاجهزه هادي فهي كتكون حساسه بزاف للحراره وحتى القطاع اللي حداها، في بعض الاحيان تبغي تردها تبغي ترجعها وتلقى مشكل، لان كتكون الحمايه وخصك تولي تعاود للقصدير اللي يكون القصدير اللي هو دغيا كيدوب، لان هذا القصدير اللي كيكون فيه يعني هذا المعجون ديالهم فين كيتبت. كما انا ملي دوزت، شوف دوزت بالجهه من تحت الار اف تشيلد، ملي دوزت للاخر السكي الحمد لله دابا رفعت. لا لا هنا الميموار قريت الميموار ديالو في الاول تقرا لي الحمد لله، وهذه اجمل شيء هو انه تقرا. خديت الباك اب السيريالات، سيريال نمبر والسيريال ماك وي فيه وبلوتوث، خديتهم الحمد لله. ولكن منين وليت عاودت درتو ما عرفتش واش صورتو بنادم، المهم عاودت ركبتو درت له فورمات وليت كتبت عليه كيكتب نورمال مزيان 10 على 10. منين وليت كتب وليت درتو لقيت نفس البروبليم نفس المشكل مازال فيه، يعني ما كيبقى ما كيكملش في السوفتوير، فاضطريت انني ناخذ ميموري اخر، خديته من ايفون. يمكن لكم تاخذوا من ايفون 5 او 5 اس، الميموار ديالو تاخذوا من ايفون 5 او 5 اس، من الافضل 5 اس والله العظيم 5 اس، لان هذا مده باش يعني كاين ميموار اللي ناخذوه من الهواتف نعم، او والعكس كذلك، يعني ناخذوا من الايباد ناخذوا سميتو. انا كان نعاود الارجل ديال الميموار، كملين ندير لهم اعاده ديال التكوين ديال الارجل. نعم خلاص كما كتشوفوا بالنسبه للحراره والهواء انا ما عنديش مشكل، ما نكذبش عليكم انا في هذه المسائل هذه ما عنديش مشكل بصفه نهائيه. الحاجه الوحيده اللي كتفرق معايا في هذا العمل ديالي هو السرعه في الاداء، صافي هذا هو اللي يعني. الا كانت الحراره كبيره خصني نكون سريع، يعني نستغرق نص المده اللي نستغرقها في حراره اقل، وكل ما زادت الحراره كل ما زادت السرعه، والعكس صحيح.
نعم هذا الميموار ركبته. هنا كما شفتوا انا ما هزيتش الكارت مي ما خرجتهاش كاع، لان بغيت نحاول نخلي كل شيء كما هو باش تبقى كانها ما فيهاش تبدلات فيها شي حاجه او فيها لها تحلات. الميموار هو الميموار بحال هذا خصك ضروري تيقن انه ثابت، لان يعني الارجل ديالو كبيره. هنا كندير سوفتوير كما كتشوفوا، وهانتم حيدتو من الايفون 5S. نعم هذا الايفون واحد الصديق في السوق هو اللي عطاه ليا، الله يجازيه بالخير. نعم خدينا منه الميموار ورديناه له كما كان. هنا كما كتشوفوا السوفتوير الحمد لله كيدوز على اتم ما يرام. وهنا خلاص سي حسن راهو ليه، ها هو هذا كيدوز، لاحظتوا انه يلاه بدا ينطلق. غادي نخليوه السي حسن راه فيه النعاس كيتفوه. هادي باش تهاجم الله تخلي الفيديو هكذا. المهم ما علينا، الاخ حسن من اطيب خلق الله، الله يعمرها سلا. انا ويا دايرين كنقطو الفار، هو سلاوي وانا فاسي. ايوا كنبقاو انا فاسي ريفي باش نعرفوا، فهمتني من الاصل ريفي، شحال ما عاد كيسول انا من الريف. والصوارخ تمازيغ الحمد لله سناكورش. هنا الحمد لله داز. هنا علاش حيت الصوت نقول لكم علاش، لان واحد حدايا كيطلق الموسيقى تما، راكم عارفين اليوتيوب الا كان شي موسيقى ولا هذا غادي يزولها. الحمد لله هو داز ولله الحمد. خلاص كيبقى لنا غير اننا سميتو هذا كما كتشوفوا الايباد راه بحال العوجه، فهمتوا واش طاحت له ولا جلس عليها. الاغلبيه ديال الناس شنو كيوقع لهم هو ان هاد لي زايباد كيجلسوا عليهم كينسى كيحطوا تحت شي مخده ويتكى كتعواج شويه، مع الوقت كيبقاو داك الارجل اللي تحت الميموار كيتضروا وكيطلعوا، فلهذا علاش كتضر هكذايا كيتضر فيهم الميموار. اما بالنسبه للبروسيسور في لي زايباد اللي مثلا كيتطفى وكيشعل لهم ابل لوغو وكذا وكيعطوا ايرور واحد اخر، راني هضرت عليها وعندي فيديوهات واحدين اخرين. هذا كيكون المشكل ديالو هو السخونيه ديال البروسيسور، كيلعب البابجي كيلعب كذا. المهم خير ما نختمه بالكلام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والى فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.